السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في حلقة اليوم سنبرهن أن الدماغ يحتاج إلى النوم كما يحتاج إلى الأكسجين وكما يحتاج الجسم إلى الأكل والشرب. نحن نعلم بالتأكيد أن نقص النوم يؤثر على دماغه ويجعله غير قادر على تخزين المعلومات الجديدة، بل مع مرور الوقت يفقد حتى المعلومات القديمة المخزنة. ونعلم أيضا أن نقص النوم يزيد من صناعة نوع ضار من البروتين في الدماغ، وهذا البروتين له علاقة كبيرة بمرض الزهايمر وحتى مرض الخرف، لأن خلال النوم فقط يتخلص الدماغ من هذا البروتين الضار. إن قلة النوم أو نقص النوم يؤدي كذلك إلى مشاكل كبيرة، من بينها مشاكل النمو مثلا. فالشخص الذي لا ينام إلا 5 إلى 6 ساعات في الليل يزيد مستوى التستوستيرون لديه بنفس كمية شخص يكبره بعشر سنوات. إذا نقص النوم يسرع الشيخوخة كذلك. ونعلم أيضا أن نقص النوم يؤثر على جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السرطان. بل ونعلم كذلك أن قلة النوم تؤثر على نظام الدورة الدموية، لأنه فقط خلال النوم ضربات القلب تنخفض وحتى ضغط الدم ينخفض. والأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات فاحتمالية الإصابة بالسكتة القلبية أو الدماغية في حياتهم تصل إلى 200%. السؤال الحقيقي هو كم ساعة متواصلة نحتاجها بدون نوم ليبدأ أداء الدماغ والجسد في التدهور؟ والإجابة فقط بعد 16 ساعة بدون نوم تبدأ علامات نقص النوم في الظهور. وأول علامات نقص النوم هي تأثير سلبي على مستوى الذاكرة. فالنوم ضروري جدا لتخزين ما قد تعلمناه في النهار. وزيادة على ذلك، نقص النوم يجعلنا أكثر عصبية، ونصبح نركز على الأمور السلبية أكثر، بل ويصبح المرء يغضب لأتفه الأسباب. وبعد فترة تتراوح ما بين يومين إلى 3 أيام يحدث ضمور في بعض مناطق الدماغ، مما يزيد من تدهور أداء الدماغ إلى حد كبير. وبمرور الزمن بدون نوم يحدث ضعف في الطاقة الحركية وفي أداء الدماغ، مما يسبب مشاكل في التواصل والعمل والحركة، ويزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب كذلك. وبعد يومين أو 3 أيام يبدأ الشخص في نسيان بعض الكلمات، ويصعب عليه أحيانا إكمال حتى جملة واحدة صحيحة. وقلة النوم كذلك تؤثر على قدرة التفكير والقدرة على تفسير الأحداث بدقة، وتصعب الإجابة أو الاستجابة بشكل صحيح لما يدور من حولنا، ويصبح الشخص مثل شارب الخمر، فاقد تماما لعقله. أما المرحلة الأخيرة قبل تلف الدماغ هي الهلوسة السمعية والبصرية، فيبدأ الشخص في رؤية أشياء وسماع أصوات لا وجود لها إطلاقا، وكل ذلك بسبب نقص النوم. في الأخير أنصح الجميع بالنوم على الأقل بين 7 إلى 9 ساعات في الليل، مع أخذ قيلولة لا تتجاوز 30 دقيقة بعد الغداء. وأغلب الشركات العالمية اليوم تسمح لموظفيها بذلك تحت إطار قانوني عادي جدا. وأتمنى أنكم لم تكونوا نياما وأنتم تشاهدون هذا الفيديو، وشكرا لكم.